وإلى المعلم الثاني. هي هذه الوقفة نروح فيها للنقاط الرئيسة والأساسية، لأننا لما نقول الفارابي ما ينفعش نختزل الفارابي في فقرة ولا فقرتين ولا 10 فقرات حتى، لكن إحنا بنلقي الضوء على نشأته، على تاريخه، على حياته، أبرز الأفكار اللي كانت عنده، أبرز الحاجات اللي قدمها للتاريخ الإنساني، وبعدين الأعلام العربية والأعلام اللي أثرت الثقافة العربية وأثرت العلوم الإنسانية في العالم كله، اللي خرجت من الموطن العربي للعالم، تم الاهتمام بكل ما أصدروه على المستوى العالمي. وهتلاقوا ان احنا عندنا زي الفارابي وغيره، هتلاقوا ان دول مؤسسين لعلوم ودراسات وأبحاث حتى الآن الناس بتشتغل عليها في الجامعات بره. ثقافتنا ثرية جدا والماضي بتاعنا ثري جدا وعظيم، فاحنا دورنا ان احنا نسلط الضوء على هذه النقاط المضيئة، وان شاء الله يبقى عندنا الكثير من النوابغ الجدد يعني. فنعود إلى الفارابي، هذه الوقفة للحديث عن الفارابي، كيف أصبح المعلم الثاني للإنسانية في الفلسفة وفي غيره، كيف احترف الفيزياء والطب، وكيف تحدث عن العلوم والموسيقى، كيف كانت لقاءاته بهارون الرشيدي وغيره. هل الحكايات اللي جاية لنا هي حكايات محض تخيل كده وأسطرة، يعني صناعة الأساطير، أم أنها كانت واقع وحقيقية؟ وقفة سريعة في حياة الفارابي مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، بنسعد بوجوده، الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر. أهلا بيك دكتور أحمد في المساء مع قصوى. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أحمد، يعني أنا استهللت الحديث عن الفارابي بشكل عام، لكن خلينا نروح ل يعني هذا الرجل وانتقاله من فاراب إلى مناطق أخرى، العراق والجولة العربية اللي قام بها. خلينا نشوف الأساسيات اللي في حياته سريعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا أنا بحيي قناة تن على الثراء الفكري اللي بتحاول تنشره في المجتمع المصري، حتى يقوم الشباب بالاقتداء بهؤلاء المفكرين فيكونوا نبراس يحتذى ونموذج يقتدى لهؤلاء الشباب. الفارابي نموذج للشاب الذي ترك كل شيء من أجل العلم. الفارابي هو محمد ابن محمد ابن أزلق، والده فارسي كما يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء، وأمه تركية. تزوج أبوه بأمه، وكان أبوه قائد كبير في الجيش التركي بعد الزواج بأمه، فترك محمد ابن محمد ابن أزلق الملقب بأبي نصر الفارابي حياة العز والجاه، بعد أن حفظ القرآن وبعد أن تعلم العلوم الشرعية من التفسير والحديث، بل وتولى منصب القضاء في سن 30 من عمره، وترك أحد التجار بعض الكتب معه، فاطلع عليها فوجد كتب أفلاطون وأرسطو، فيعني أحبها وعشقها، وترك حياة الجاه وحياة القضاء من أجل طلب العلم. ذهب إلى بغداد ليعمل حارسا لبستان من أجل طلب العلم ومن أجل استكمال قراءاته الفلسفية لأفلاطون وأرسطو. وكانت بغداد المنارة. طبعا بغداد كانت عاصمة الثقافة الإسلامية في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، بالرغم أن المستوى السياسي في الفترة دي الحاكم أو الخليفة المقتدر ما كانش له سلطة على الولايات الإسلامية، وأصبحت الولايات الإسلامية أصحاب حكم ذاتي، إلا أن النظام الفكري والثقافي كان على مستوى راقي جدا بين المسلمين وغير المسلمين. والنموذج الفارابي، الفارابي لما راح بغداد أستاذ قصوى تتلمذ على مين؟ على يد أبي بشر متى بن يونس، وهو مسيحي ليس بمسلم. نظر إلى الفارابي فوجد النبوغ في عينيه، فقال له: أتجيد العربية؟ قال: أجيدها قراءة وكتابة. الفارابي ليه في النقطة دي قبل ما نعدي، أنا أسفة يا دكتور، ليه يقال إنه جاء من فراب إلى العراق ولم يكن قد تعلم كتابة العربية، وإنما نطق العربية بشكل ضعيف، وبيستشهده من خلال الكتب اللي تركها وكتاباته إنه كان يعني كتابته العربية ليست بالثرية وليست بالشيقة؟ إحنا عايزين نقول إن أي فيلسوف أو منطقي لا يستطيع أن يكتب في الفلسفة والمنطق إلا إذا أجاد العربية إجادة كاملة. ولذلك أبو بشر متى بن يونس سأله السؤال ده: أنت هتتفلسف وهتشتغل بالمنطق، لابد من إجادة اللغة. قال: أنا أجيدها كتابة قراءة. قال: لا، نحوا وصرفا. قال: لا أجيدها. فأخذه من يدي. يعني فعلا كان لا يوجدها. كان لا يوجدها. بس تخيلي حينما ذهب به إلى أبو بكر بن السراج وتتلمذ على يديه،
استطاع الفارابي بإجادته للغة العربية أن يوفق بين مشكلة فكرية بين أستاذه أبو بكر بشر بن متى وبين أبو سعيد الصيرفي، اختلفوا اختلاف فكري على هل العقل العربي يكتفي بالنحو فقط أم يحتاج إلى المنطق. بشر بن متى يقول أن المنطق لابد منه من أجل الحياة الفكرية. أبو سعيد الصيرفي يقول النحو يكفي ولا نحتاج إلى المنطق. استطاع الفارابي بعد دراسته النحوية والصرفية أن يوفق بين هذه المشاكل الفكرية ويقول إن النحو منطق عقلي والمنطق نحو لغوي. استطاع هذا العالم الفذ أن يدرس كل العلوم، حتى أنه قال لشيخه متى بن يونس أريد أن أدرس الطب، قال هل تمارس الطب؟ قال لا لا أريد أن أمارسه ولكنني أريد أن أتعلمه. الفارابي نموذج للعالم الموسوعي الذي يريد أن يتعلم كل العلوم. قال له شيخه لتذهب إلى مدينة حران وتتلمذ على يد يوحنا بن حيلان وهو أيضا مسيحي، يذهب إلى هناك ويتتلمذ ويدرس الطب من أجل الإلمام به ليكون ويعود العالم الموسوعي الذي فاق صيته في كل مكان. وده اللي خلاه أبدع إحصاء العلوم. إحصاء العلوم، أنا عايز أقول لحضرتك يا قصواء إن كتابه إحصاء العلوم هو نموذج للموسوعات العلمية المعاصرة. الموسوعات الإنجليزية، موسوعة العلوم الإنجليزية أو موسوعة العلوم الأمريكية أو هذه الموسوعات العالمية التي نراها، استطاع الفارابي أن يسبق كل هذه الموسوعات العالمية بكتابه إحصاء العلوم. لأنني أرى أن كتابه إحصاء العلوم هو موسوعة عالمية إنسانية مصغرة. استطاع الفارابي في هذا الكتاب أن يحصي كل العلوم الإنسانية، الطب، الصيدلة، الفلك، كل العلوم الإنسانية، السياسة، كل العلوم الإنسانية، الرياضة، الموسيقى، كل العلوم جمعها في 9 علوم وجعل تحت كل علم فروع، فذكر في كل فرع الفوائد والموضوعات والأهداف كأنها موسوعة علمية. أنا عايز أذكر نموذج يبين لنا أن للأسف الشديد، ولذلك أنا سعيد جدا بالحلقة دي، أن العقل الغربي دائما ما يريد أن يظهر للشباب المسلم أن العقل العربي لم يساهم وأن المسلمين لم يساهموا في تقدم البشرية وأن المسلمين كانوا مجرد نقلة للتراث اليوناني وأنهم لم يبدعوا ولم يضيفوا شيء للإنسانية. بل أنا عايز أقول لحضرتك أن في المؤتمر العاشر في سنة 1970 بعنابة بالجزائر، لما أعلن الدكتور عثمان الكعاك المفكر التونسي الرائع أن الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريد المفكر المصري الراقي أرسل له ليستعين به في كتابة أثر المسلمين على الحضارة الغربية المعاصرة، والأستاذ عثمان أو المفكر عثمان الكعاك كان يعمل أمينا للمكتبة العامة الفرنسية، فكان في استطاعته أن يطلع على كثير من الكتابات الإسلامية باللغة اللاتينية، وهو يبحث في المكتبة وجد كتابا للغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى 505 المنقذ من الضلال باللغة اللاتينية، ووجد فيها بخط ريني ديكارت يقوم بالتظليل على كثير من الفقرات ويقول ينقل هذا إلى منهجنا، كتابه مقال في المنهج. أنا عايز الباحثين يبصوا في المنقذ ويبصوا في المقال يعرفوا إن علماء الإسلام ومفكري الإسلام هم من أثروا وأثروا الحضارة الغربية. رغم اختلاف الغرب مع الغزالي ومع بعض الأفكار اللي كانت عنده ومع رؤيته للفلسفة للفلاسفة بشكل عام، لكن كان في اعتراف بعلومه أو برؤيته في بعض المناحي منها زي ما حضرتك ذكرت. أبو نصر الفارابي، أضرب لك مثالا، أبو نصر الفارابي قضية العقد الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عنها ودائما يشار بالبنان إلى جان جاك روسو، لا، أبو نصر الفارابي أول من تكلم عن هذا في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة. هذا وتسلسل تصنيف المدن اللي حطه كمان بالضبط. أبو نصر الفارابي في هذا الكتاب أجد أن عقلية فذة تربط بين الإنسان وأن هناك قائد للإنسان هو القلب، وتربط الإنسان بالمدينة الفاضلة وهناك قائد المدينة الفاضلة هو الرئيس المدينة الفاضلة، وتربط بين الإنسان والمدينة الفاضلة وبين الله وهو القائد والحاكم لهذا الكون.
وأبو ناصر الفارابي يبدع في عقد اجتماعي يجعل الإنسان يطاوع هذا الرئيس في المدينة الفاضلة. ويشترط أبو ناصر الفارابي شروط لرئيس المدينة الفاضلة، 13 شرط و13 صفة. أبو ناصر الفارابي في كتابه هذا أستطيع أن أقول أنه وضع تصور لمجالس الوزراء في العصر الحاضر. لما يقول أن كل رئيس للمدينة الفاضلة لابد أن تتوافر فيه 13 صفة من الحكمة والشجاعة والفطنة والتعقل إلى غير ذلك من الصفات، ويقول إذا فقد رئيس المدينة الفاضلة صفة عليه أن يستعين بآخر ليعينه. وكأنه يقول لنا إن رئيس الجمهورية أو رئيس المدينة الفاضلة في أي زمان لا يستطيع أن يحصل هذه الصفات، ولكن يستطيع بوزراء أن يستشير وزراء يساعدوه في الحكمة والشجاعة والتعقل والاقتصاد والسياسة. هذا الرجل يعني أبدع في جميع العلوم. وأنا أذكر لك قصة مع سيف الدولة الحمداني حينما سمع به وأرسل إليه. دي حكاية حقيقية حكيته مع سيف الدولة ومع هارون الرشيد، هاتان الحكايتان حقيقيتان أم ابن خلي يعني كان في شوية. ابن خلي كان في كتابه طبق أنباء أنباء الزمان، ابن خلي كان وفيات في كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ذكر هذه القصة. وقال أن الفارابي دخل على سيف الدولة الحمداني، وكان سيف الدولة يجمع، وكان هو أمير حلب، وكان له صيت كبير جدا وحب للعلماء في شتى العلوم جدا، حتى أنه كان يضع عملة معينة للعلماء والشعراء خاصة بهم. أرسل إليه فدخل عليه فسيف الدولة قال له اجلس. قال أجلس هنا أم أجلس عندك؟ قال اجلس عندك. فتخطى رقاب الناس وجلس إلى جواره. فقال سيف الدولة لمن حوله من الحراس، وكانوا من المماليك، وكان بين سيف الدولة وحراسه من المماليك لغة لا يعلمها إلا هم فقط، قال لهم لقد أساء هذا الرجل الأدب وسوف أسأله، فإن لم يجيب أخرجوه من هنا. إيه اللغة الخاصة اللي كانت بينهم؟ هذه اللغة لا يعلمها أحد. إحنا نعلم وكما سيرد عليه الفارابي الآن، رد عليه بنفس اللغة وقال له اصبر أيها الأمير فإن الأمور بعواقبها. قال له أتجيد هذه اللغة؟ قال إني أجيد 70 لسانا. فهو يجيد الفارسية بحكم أبيه والتركية بحكم أمه، ويجيد اللاتينية ويجيد أيضا اليونانية، ويجيد العربية بحكم دينه. هذه اللغة لم يذكرها ابن خلي كان في كتابه، لكن قال له أتجيد هذه اللغة؟ قال أجيد 70 لسانا. فقال لمن حوله من العلماء اسألوه في كل العلوم. أخذوا يسألوه ثم يجيب ثم يتعجبوا فيعلو وهم ينزلوا حتى صمتوا جميعا. أخذ يتكلم بل أخذوا يدونوا خلفه. فقال له بعد أن انتهى من كلامه سيف الدولة أتأكل؟ قال لا. قال أتشرب؟ قال لا. أتسمع؟ قال أتسمع؟ قال نعم. فاستدعى جميع المعازف وجميع الذين يعزفون والقينات والغناء. فقام أحدهم ليعزف فقال الفارابي أمسك أنت أخطأت فإن العود تفعل فيه كذا. فقال له سيف الدولة ألك في الموسيقى؟ أنت تجيد الموسيقى؟ قال نعم. ثم أخرج له كتابه الموسيقي الكبير. أستاذ قصواء، كتاب الموسيقي الكبير ده كتاب من 5 كتب فقدوا لما أحرقت بغداد وحرقها هولاك، وفقدت هذه الكتب الموسيقية. لكن يقال هو ما أخرجش كتابه، هو أخرج خريطة عليها كيفية تركيب الآلة الموسيقية. هقول لحضرتك كتاب الموسيقي الكبير ده في 1200 صفحة الذي بقي من الكتاب جزء واحد في 1200 صفحة. أبو ناصر الفارابي أخرج من جعبته عودا وقام بتركيبه بطريقة معينة، فعزف فضحك كل من في المجلس، ثم فكه مرة أخرى وركبه بطريقة جديدة، ثم عزف فبكى كل من في المجلس، ثم فكه بطريقة ثالثة فعزف فنام كل من في المجلس حتى حراس الملك. هنا استشعر سيف الدولة الحمداني هذه العبقرية الفذة، فقام سيف الدولة الحمداني بما نراه في العصر الحاضر التفرغ العلمي. أخذه وأجلسه في منزل حديقة وفرغه للبحث العلمي، فأخرج له هذا الكتاب هو الموسيقى الكبير. هذا الكتاب لا يتخرج طالب في السربون
إلا بعد أن يقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب لا يعلم عنه الكثير من الناس. أبو نصر الفارابي في الموسيقي الكبير اخترع لنا آلة القانون، وهو من سماه قالت يعني إيه القانون؟ القانون معناه أن الموسيقي الكبير العظيم يستطيع أن يتعلم كل شيء وأن يحصو كل شيء، وكأنها دستور للعزف. أبو نصر الفارابي استطاع أن يخترع لنا العود المسمن، وهناك إلى الآن مخطوط في السربون العود المسمن للفارابي، لم يخرج إلى النور، أهداه لسيف الدولة الحمداني. الفارابي هو أول من رسم لنا أشكال الآلات الموسيقية. وعلى فكرة الفارابي في بداية حياته كان بيغني وكان بيعزف موسيقى، كان عنده ولع. فلما ألف هذا الكتاب رسم لنا جميع الآلات الموسيقية: الطنبور، المعازف، العود، القانون، الكثير من الآلات الموسيقية رسمها وبين أشكالها. بل إن الفارابي ذكر لنا أهداف الموسيقى، فقال أن هناك من الموسيقى من هي للمتعة، وهناك من الموسيقى من هي للتخيل. وقال يجب على الموسيقي الكبير أن يتخيل الموسيقى ويسمعها قبل أن يسمعها للجمهور. وقال إن من أهداف الموسيقى هو الانفعال، الموسيقى الانفعالية التي تعالج الإنسان بالإيجاب أو السلب. واستخدم الفارابي الموسيقى في علاج الناس. وفي العصر الحاضر الوقتي الكثير من المستشفيات المتقدمة والمتطورة جدا في أوروبا بتستخدم ما استخدمه الفارابي. الفارابي في الموسيقى. طب عايزة أسأل حضرتك في نقطة أخرى عشان الوقت نبقى يعني قدمنا صورة أكثر شمولية، يعني انت كل ما تاخديني في مجال بتسترسل. لا إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر، أنا قلت الموضوع يستحق عشرات الحلقات. يعني الفراغ والفارابي، نعم، يعني خلينا نقول نظرة سريعة كده على الموضوع في الختام. الفارابي احنا طبعا بنيجي في فكرة الجاذبية، وان أينشتاين هو نيوتن هو الذي اكتشف هذا الاكتشاف العظيم. الفارابي هو اول من تحدث عن هذا القانون عن طريق فكرة الفراغ. الفارابي هو اول من تحدث في بداياته عن الرياضيات، وربط بين الرياضيات والفيزياء والموسيقى. ازاي؟ الفارابي لما جه يتكلم عن العلوم الرياضية تأثر بأستاذه أفلاطون، لأن أفلاطون تحدث وقال وكتب على باب أكاديميته أفلاطون، قال: من لم يتهندس لا يدخل علينا. يعني من لم يدرس الهندسة لا يدخل علينا. فالفارابي درس الفكر الرياضي وتكلم عن الرياضة الهندسة، وهو الكم المتصل، لأن النقطة لما أشد خط بقت خط، لما أكملها بقت رسم هندسي. وتكلم عن الكم المنفصل وهو الجبر، اللي هو 1 2 3. التجرد في الهندسة أو الجمال في الرسومات الهندسية والتجرد في الرسومات الجبرية، أن الإنسان لما بيتجرد من هذه الأرقام الحسابية يستطيع أن يصعد بفكره ويرقى. ربط بين الرياضيات والموسيقى، وقال أن الرياضيات تجمل الكون والموسيقى تظهر هذا الجمال. ربط بين الرياضيات وبين قانون الفراغ، واتكلم في فكرة الفراغ على إن الانحناءات الفراغية اللي موجودة هي سبب في حدوث الجاذبية. فكرته عن الفراغ والانحناءات الفراغية سبقت نيوتن لما اتكلم عن الجاذبية واخترع قانون الجاذبية. والغرب كله بيتكلم على مفكر الغرب انهم اصحاب هذه الاقتراحات الفكرية واصحاب هذه الابتكارات العلمية، مع ان الفارابي له الكثير من الاوليات الفكرية التي للأسف الشديد لم يأخذ حقه العلمي في بحثه.
أنا الوقت طبعا يا دكتور يعني غصبا عني، أنا أسفة بس نفسي أسمع من حضرتك أكتر، بس الوقت داهمنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ العقيدة والفلسفة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. حضرتك يعني حكاء ومتحدث جيد وتسرد الأمر بشكل رائع، نورتني النهاردة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر نتحدث أيضا عن الفارابي وعلومه. شكرا إن شاء جزيلا. الله. جزيلا فتح. ومع حضراتكم من هذه الرحلة، كنت أتمنى الوقت يطول لكن ننتظر فقرات أخرى، خليكم معنا. نذهب إلى درب الأربعين. ما هو درب الأربعين؟ ونواصل معكم صالون المساء مع قصواء الليلة، يتحدث ويشدو الشاعر الكبير أحمد بخيت.